بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه